لا لا، جولة جولة كده في كده في الغيط، الغيط ان شاء الله. شوفوا يا كل رب حاجة اللي تعجبكم، مزروعة في وكل حاجة الغيط ايه استعمالها واستعمالها ان شاء الله. وحلاوتها. واختي وتفرغ ان شاء الموضوع الله ده هتشرح تشرح لكم لكم كل كل حاجة حاجة على خفة. وتقول لكم على كل حاجة في الغيط الجميل ده ان شاء الله. دور هو خضره حلو ازاي مع ال، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الحاجات الحلوة. ودي سكر بنزرع برضه اهو، لسه مزروع النهارده في الميه اهو، شكله جميل ازاي. الارض لسه راويه اهي، فيها الميه اهي ان شاء الله على الحاجات الحلوه. الفلاحين فيها حاجات حلوه، هي جميل تفتح النفس، جميله ما شاء الله والله. وادي الميه ما شاء الله، ودي زارعين جوافة في الغيط، هو زارعين حاجات حلوة. ايش هوبا، دي ما شاء الله يا أولاد. شوف زرعنا في البيت كمان حاجات حلوة، شطة شطة حلوة، هي ليمون ليمون منظره جميل اهو، وزيتون شجرة الزيتون اهي، شكلها حلو ازاي شجرة الزيتون. والفنجان اهو بنعمل كوسة بتاع محشي، محشي زرعين ذرة، شكله فظيع وجميل. البصل طلع حلو، الزرع الريش مع الذرة، الذرة والخضار حلو ازاي. زرع الليمون، الليمون الليمون شكله جميل وريحته جميل، الليمون شكله جميل. شوف الليمون شكله ايه، حاجة حلوة وجميل، أحلى حاجة الليمون دي، ريحته حلوة جو، الواحد يشم ريحته كده. بص ما شاء الله، البتنجان البتنجان طرحه حلو ازاي، قلب الأرض حلو ازاي ما شاء الله ما شاء الله. والجوافي بسيم اهوت بتاع المواشي، بسيم بتاع المواشي بسيم المواشي، جوافة حلوة اهي، جوافة طالعة شكلها جميل ازاي. شوف شكلها جميل ما شاء الله، عسل عسل شكل التفاحة، شوف أبو يوسف